اهلا بكم في فيديو تحليل اسبوعي للسوق السعودي. معنا النهارده ان شاء الله هنعرف اهم الفرص اللي على السوق السعودي. تابعوا معنا الحلقه. هذا البرنامج برعايه نور كابيتال. طيب خلينا اول حاجه نبدا بالمؤشر العام. زي ما احنا شايفين انهينا تداولات الاسبوع الماضي عند مستوى 7830 بعد ما كنا سجلنا خلال تداولات يوم الاربعاء الماضي مستوى 7760. مستمرين في الهبوط زي ما احنا شايفين، عندنا مستوى دعم قوي في الوقت الحالي عند مستوى 7840 7830، بتمثل الخط السفلي القناة السعرية الهابطة. من المرجح ممكن نشوف تماسك بعض لحد ما عند مستوى 7800 ونشوف ارتداد مرة تانية وإعادة اختبار مستوى 8000 و 8180. لو ما شفناش تماسك فوق مستوى 7840 هنشوف مزيد من الهبوط وصولا لمستويات 7430. لو حبينا نبص على مؤشر دفق السيولة او الماني فلو اندكس هنلاقيه عند مستويات 54 ولحد ما بيميل الاتجاه العرضي، يعني القوة الشرائية بتساوي القوة البيعية. السيولة بتتدفق في اتجاه الشراء مساوية او مقاربة للسيولة المتدفق في اتجاه البيع، عشان كده هنشوف اتجاه عرضي في السيولة، وممكن ده اللي يرجح لنا لحد ما ان احنا نشوف اعادة اختبار مرة تانية مستوى 8000 عن مؤشر العام للسوق السعودي. طيب خلينا نشوف اول سهم معانا النهارده، سهم إيليانز. سهم إيليانز زي ما احنا شايفين اتجاه عام هابط، قناة سعرية هابطة، السعر انخفض من مستويات ال 34 50 وصولا لمستويات ال 22. مستويات ال 22 كانت بتمثل مستويات دعم، السعر بالفعل بدأ يتماسك من عندها، بدأنا نشوف ارتفاعات، الارتفاعات دي استمرت وصولا لمستويات ال 30 بالظبط. ال 30 بالظبط كانت مستويات بتأكد على اختراق القناة السعرية الهابطة، ان الاتجاه العام على المدى المتوسط والمدى القصير بدأ نشوف فيه تغير. لو حبينا نبص على مؤشر التدفق على متوسط المتحرك 100 متوسط المتحرك 200 لقينا ان السعر بدأ يخترقهم بقوة واستقر اعلى منهم، وانا تداولت الاسبوع الماضي عند مستويات ال 29-15. طيب كل دي بالنسبة لنا اشارات ايجابية ان لسه في مزيد من الارتفاعات. عندنا مستهدفات سعرية، المستهدف السعري الاول عند ال 29-90 او ال 30 بالظبط، ثم ال 31-50، واخيرا ال 33-65. ان شاء الله خلال الاسبوع الحالي او لو شفنا السهم بيعمل تراجع مره تانية او بيعمل اعاده اختبار لمستويات ال 27-80 الى 27، المنطقه دي كلها هتسجل منطقه شراء كويسه جدا نقدر نشتري عندها ونحط المستهدفات السعريه زي ما قلنا ال 30-31-50 ثم اخيرا ال 33-65. حابين نبص على مؤشر تدفق السيولة عند مستوى 78 قادم من مستويات ال 80 و 93، وهي مستويات تشبع بيعي. مع ذلك زي ما احنا شايفين في انحراف بشكل ايجابي، لان المؤشر تدفق السيولة بدأ ينحرف للارتفاع مرة تانية. ده بيأكد ان السيولة متدفقة في الوقت الحالي في اتجاه الشراء، وده اللي بيدعم وده انعكس بشكل ايجابي على السهم. وشفنا انا تداولات الاسبوع الماضي اعلى مقاومة ال 27-80 ومستقر اعلى القناة السعرية الهابطة. ده كان بالنسبه لسهم إيليانز. السهم الثاني معانا النهارده مجموعه السرايا. زي ما احنا شايفين مجموعه السرايا تقريبا نفس السيناريو بتاع إيليانز، عندنا اتجاه عام هابط، قناه سعريه هابطه على المدى المتوسط والمدى القصير، السعر انخفض من مستويات ال 54-60، سجل ادنى مستوياته عند مستوى ال 25-15، بدأ يتماسك عن تلك المستويات، بعدين بدأنا نشوف ارتفاعات في ظل القناة السعرية الهابطة والاتجاه العام الهابط. وصلنا عند مستويات ال 34-60 بدأنا نشوف ارتفاعات كبيرة، ارتفاعات متتالية، وبدأنا نشوف اختراق للقناة السعرية الهابطة واختراق المتوسط المتحرك 200، اختراق المتوسط المتحرك 100، وبدأنا نسجل أعلى مستوى عند مستوى ال 48-30 منذ إبريل الماضي. بعد ما وصل مقاومة ال 48-30 بدأنا نخش في موجة إعادة اختبار وجني أرباح، إعادة اختبار للقناة السعرية الهابطة اللي تم اختراقها. احنا زي ما احنا عارفين متفقين ان السعر لما بيخترق قناه سعريه هابطه او صاعده لازم يرجع مره ثانيه يعمل لها اعاده اختبار. انا هنا تداولات الاسبوع الماضي عند مستوى 37، اعتقد ممكن نكمل هبوط لمستويات ال 32 او 33 ومن ثم نشوف ارتداد مره ثانيه. ده هتبقى فرصه جيده جدا بالنسبه لنا للشراء، هنشتري من عند مستويات ال 36-80 وصولا لمستويات ال 39-50. تاني مستويات 36-80 الى 39-50 بالنسبه لنا هتبقى مستويات شراء جيده جدا.
يفضل الاغلاق اعلى من ده وانتظار الاغلاق عند مستويات 39.50 عشان ناكد على الاتجاه الجديد والاتجاه الصاعد الجديد. طيب المستهدف السعري عندنا مستهدفين سعريين، المستهدف السعري الاول عند مستوى 48.30 ثم المستهدف السعري الثاني عند مستوى 54.60. مؤشر تدفق السيوله زي ما قلنا قادم من مستويات 80 بيسجل حاليا مستويات 36 وده بياكد ان الموجه التصحيحيه حاليا او اعاده اختبار القناه السعريه الهابطه اللي تم اختراقها او موجه جني الارباح ده واضح من خلال مؤشر تدفق السيوله ان السيوله في الوقت الحالي في اتجاه البيع وليس في اتجاه الشراء. بمجرد ان هنشوف تماسك عند مستويات ال 33 وال 32 ونشوف ارتفاعات مره ثانيه والاغلاق اعلى 36.80 الى 39.50 ده هيأكد ان بدأنا مرحلة جني الارباح تكون انتهت والتصحيح يكون انتهى وهنبدأ في استكمال مرحلة الصعود الجديدة واستهداف مستويات ال 54.60. طيب السهم الثالث معانا النهاردة سهم اكسترا، زي ما احنا شايفين سهم اكسترا اتجاه عام صاعد، قناة سعرية صاعدة على المدى المتوسط على المدى القصير، السعر مرتفع من مستويات 49.60 سجل أعلى مستوياته خلال العام الحالي عند مستوى 79.60 أو 80 بالظبط، وصل وجد مقاومة عند المستوى 80، المقاومة دي متمثلة في الخط الأعلى للقناة السعرية الصاعدة. كان من الطبيعي وزي كل ما بيحصل كل مرة إن السعر لما بيوصل للخط الأعلى للقناة السعرية الصاعدة بنخش في موجة جني الأرباح أو موجة تصحيح. حصلت في شهر 1/2019، حصلت للمرة الثانية في شهر 4/2019، وحاليا في الوقت الحالي ده حصلت من يوم 25/8 في إطار موجة التصحيح وجني الأرباح للصعود الأخير اللي شفناه. طيب لو لاحظنا المنطقة دي المشار إليها بالمربع البنفسجي أو ما بين منطقة ال 65 وصولا لمنطقة 70 كانت مرحلة عرضية أو مرحلة تجميع، وده بالفعل انعكس بشكل إيجابي ومجرد ما شفنا اختراق القناة الاتجاه العام العرضي أو مرحلة التجميع ومجرد ما شفنا اختراق السعر ليها ووصول مستويات 72 والأغلاق أعلى منها بدأنا نشوف ارتفاعات كبيرة وصولا لمستويات 80. حاليا أتوقع السعر يتماسك فوق دعم 70 بالظبط، لأن 70 دوت بيمثل المتوسط المتحرك 100 بيمثل الخط الأعلى للمرحلة التجميعية أو دعم عند المرحلة التجميعية اللي السعر حاول كذا مرة يخترقها وفشل وباخترقها كان في انطلاقات كبيرة. ده اللي بيأكد مرة تانية إن الانخفاض ليها وشفنا خلال جلسة يوم الأربع إن السعر بالفعل انخفض وكان مسجل انخفاضات وسجل مستويات أدنى مستوى عند 69.40 من ثم ارتفعنا وأغلقنا عند مستويات 70.50 يعني اعلى منطقه الخط الاعلى لمرحله تجميعيه، وشفنا جلسه الخميس ان السعر يرتفع من منطقه 70.50 ويسجل اعلى مستوى ليه عند مستويات 73.80 ويغلق عند مستوى 72.40. بالنسبه لنا كل دي اشارات ايجابيه ان لسه مرحله التصحيح او جني الارباح بدات تنتهي وهنبتدي نشوف المزيد من الارتفاعات. طيب هنشتري المنطقه اللي هنشتري فيها فين بالظبط؟ ما بين ال 72.40 الى ال 74 هتبقى منطقه شراء جيده جدا بالنسبه لنا. المستهدف السعري بتاعنا هيكون عند ال 83 48 او 83.50 والستوب لوس هيكون عند مستوى ال 64.90. طيب اخيرا لو حابين نبص على مؤشر تدفق السيوله او الماني فلو اندكس حاليه عند مستويات ال 51.30 قادم من مستوى ال 80 بس بدانا نشوف فيه انحراف ايجابي وده بالفعل انعكس بشكل ايجابي على السهم خلال تداولات يوم نهايه تداولات يوم الاربع وخلال تداولات يوم الخميس اللي كان في المنطقه الخضراء مستقر اعلى دعم من منطقه ال 70.50 واغلق عند مستويات ال 72.40. لذلك منطقه ال 72.40 الى ال 74 هتبقى منطقه جيده جدا للشراء مره ثانيه والمستهدف السعري بتاعنا عند 83.48. دي كانت نظرة تحليلية على بعض الأسهم اللي إن شاء الله متوقع لها تحرك خلال الأسبوع الحالي. أي حد عنده أي سؤال أو استفسار سيبوه لنا في كومنت، ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب وشير. كان معاكم بسام عيسى من أكاديمية بي برو تريدر، شكرا لكم.